السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم ياسين من مدونة The Pronet. سعيد جدا أن ألقاكم في هذه الحلقة. قبل كل شيء أريد أن أقدم لكم مدونة The Pronet لأول شخص يرى هذا الفيديو. هذه مدونة مختصة بكل ما هو له علاقة بالمعلومات، وأيضا الرفاق والأصدقاء الذين يدرسون الريزو انفورماتيك اي ديفلوبمون انفورماتيك، وكذلك أي شيء مختص في المعلومات من جهة الحماية ومن أي شيء خاصة الشبكات والحماية. إن شاء الله في هذا الفيديو إن شاء الله سأقوم بشرح كيفية تحميل GTA 5، يعني آخر إصدار للGTA، كيف سنقوم بتحميله بسعة 33 جيجا أو 34 جيجا. وفي الفيديو الثاني إن شاء الله سنتعرف على طريقة تثبيته والمتطلبات التي يجب عليك أن تتوفر عليها في جهاز حاسوبك لكي تقوم بتثبيت الجي تي 25 الجي تي 5 باردون. أول شيء تقومون بتحميل هذا الملف اللي هو ملف إيتورنت، يعني أسهل تحميل ويعني بشكل سيكوريزي هو الإيتورنت، يعني كما تشاهدون ما عليك إلا فتح برنامج إيتورنت، يعني إيتورنت، تقوم بالضغط على فيشي ثم أجوتي أن تورنت، ثم تقوم بسيلكت الفايل أو الملف تورنت وهو هذا الملف، تقوم بالضغط عليه. كما تشاهدون هو مسبقا لديه هنا، كما تشاهدون 33 جيجا أو 34، تقومون بالضغط عليها، تنتظرون حوالي 5 ساعات أو 6 ساعات على لتقوم هذه اللعبة بالتحميل. إن شاء الله ستجدون هذا الفايل على موقع ميديا فاير، موقع سهل جدا في التحميل، وإن شاء الله في الفيديو الثاني سنتعرف على كيفية تثبيت هذه اللعبة وكيفية إدخال الكراك لمدى الحياة. أودعكم إن شاء الله، نلتقي في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسوا أن تضغطوا على الزر لايك إذا أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك على القناة والالتحاق بمدونتنا لكل لاستقبال أي جديد. كان معكم ياسين ناجم من مدونة The Pronet، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.